اهلا وسهلا، اهلا بكل الابهات والامهات اللي متسببين في توتر مذهل عنيف مخيف لاولادهم بسبب الثانويه العامه. اهلا وسهلا بضيفتنا العزيزه دكتور سعاد صابر الخبير التربوي. نورتينا يا دكتور. اهلا وسهلا، اخيرا نورتينا. دايما صوت حضرتك منورنا على التليفون، المره دي بقى صوت وصوره. الله يخليك، منورنا يا فندم. شكرا. بقى انا عندي دايما مشكله مع كل الابهات والامهات تاريخيا من وانا في الثانويه العامه، انه بيوترونا كلنا. فانا خدت قرار ما اوترش اولادي خالص اطلاقا مطلقا. شدوا حيلكم، ذاكروا يا اولاد وناموا كويس قبل الامتحان، لا داعي للسهر. احنا ليه بنوتر اولادنا الاول؟ عشان احنا اللي قلقانين، مش هم اللي قلقانين، هو اكتر. يعني انا حاسه وقلقانه بيه، بس بابا قال لي كلمه حكمه، قال لي اللي ذاكر ذاكر من زمان، تعالي اتفرجي على الفيلم معانا. صح والله، امتحان العربي مش عارفه انام ولا عارفه اذاكر. فقال اللي ذاكر ذاكر من زمان، تعالي اقعدي اتفرجي على الفيلم. والله ريحني فعلا، ولما ابتديت هاديه بقيت كل المواد بقت سهله. مش كده برضو؟ اه والله. انا ماما كانت بتوترني، تقول لي يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. انا اسمع الكلمه دي واتضايق جدا. يعني خد على كرامتي بجد، اللي هو يعني ايه يعني؟ صحيح. طيب احنا نعمل ايه في الاثنين؟ الاب والام اللي بيوتروا الولاد، والولد اللي يا حبيبي هو قلقان فقد يفقد تركيزه احيانا، يفقد القدره على استدعاء المعلومه ساعه الامتحان احيانا، او بسبب القلق المحيط بيه في كل حته ده بيعمل اوفرلودنج لنفسه بالمذاكره. انصحينا. هو التدريب يا جماعه، هو انا بامتحن نفسي بالتايم، بالوقت. كل ماده خلصتها بامتحنها بالساعه. انا خلصت الماده دي في 3 ساعات كتابه، مش شفوي مش اورال. الشفوي بيخليني انا ابطا، في ايديا تقيله جدا على الكتابه. صح. فدماغي ذهني مليان معلومات، لكن لما اجي اكتبها باخد وقت طويل جدا. لا، امسك الكراسه واكتب الحاجه اللي انا بكتبها دي بالوقت. كل ده واحتاج ربع ساعه لساعه، وبعدين اقرا السؤال الاولاني. يعني نصيحه للكل، خلي بالك الاسئله جايه لك كامله بتقراها كلها، المخ بيستدعي كميه كبيره جدا من المعلومات على بعض على بعض، بيحصل تدفق كده شديد جدا للمعلومات في دماغك. لا، هو السؤال الاولاني واخبيه، بس السؤال الاولاني اخلصه في ربع ساعه، السؤال الثاني اقراه واخلصه في ربع ساعه ثانيه، وهكذا، علشان اركز 100% في السؤال ده بس. ما اجيبش استدعاء لكل المعلومات، هخلي اكيد هنسى حاجات كتير هتدخل في بعضها. وبعدين اجمالي بقى بعد ما اخلص خالص ابتدي اراجع بقى كله على بعضه، ابتدي هنا ناقص كذا، هنا ناقص كذا، تمام ومكتوبه. فبالتالي التدريب هو اهم حاجه للطالب. وكمان لولي الامر، لو انت بتساعدني هاند ان هاند، طب تعالى بقى اقعد معايا ووريني كذا وريني كذا. انا كنت بذاكر لاولادي بالطريقه دي، اعمل لي طب خلصت ايه، عملت ايه. بالتالي انا يعني معاهم مش ضدهم، بحس ان انا حاسه بيهم، فاهمه. حتى لو مش فاهمه الانجليزي او الفرنسي او اي حاجه بيدرسوها صعب عليا، بحس ان انا مقدره التايم، مقدره المجهود اللي هو بيعمله. واسال حد من زمايلي طب ده ازاي وده، ويروح له ويفتن عليه ويقول لي ابنك حل كويس او لا كده. ماشي. يعني ام برضه يعني عايزه توصل للمعلومه، فهتوصلها باي شكل من الاشكال. طب انا وانا بذاكر، انا من انصار ان اللي ذاكر ذاكر خلاص، خلصنا. انا كنت بقعد اتفرج على افلام قبل الليل، ليله الامتحان. ومش بقول انه ده اللي لازم يعملوه الاولاد ولا حاجه، انا بقول لك انا يعني انا كنت هادي اكتر مما يجب، او على راي ماما بارد اكتر مما يجب. لكن احنا عندنا مثلا قبل الامتحان يوم يومين ثلاثه عايز اذاكر فيهم، زي ما كنا بنقول زمان كده، ايه، ابدا بقى ايه، الم الماده قبل ما ادخل. الم ازاي؟ انا عامل لنفسي وقت، عامل اجنده، محدد الاهداف. في حاجه هبتديها من الاخر للاول، الصعب في الاسهل. الحاجه اللي انا عارف ان انا هاخد وقت فيها طويل ابتديها في الاخر. الحاجه اللي هاخدها احس ان انا بحبها قوي خليها الاول، علشان تفتح نفسي للماده نفسها، علشان خاطر كل حلو. جزء في الماده، لا ما تقفلنيش من ماده، هروح اصعب حاجه في الماده هسيب الماده كلها كامله، لا اخد الماده اللي بحبها، الجزء اللي بحبه. وبعدين هتبتدي تجر معايا المعلومه، في المعلومه اللي هو تداعي، هلاقي نفسي قربت. ده انا 50%، طب 60، طب 70، كل يوم بزود الحصيله بتاعتي، فلاقي نفسي خلاص وصلت تمام. امتحن نفسي بقى بنفسي واكون امين مع نفسي، يعني اجيب بقى نماذج امتحانات بجد، واحل بجد واكتب.
واقيم نفسي بجد وادي لنفسي تقدير. أنا وبعدين حد التارجت انا عايز ايه، هو المذاكره الاكاديميه دي عايز منها ايه؟ عايز ابقى مهندس ولا عايز ابقى مثلا محاسب؟ ايه اللي انا عايزه؟ يعني مش كل حاجه النجاح هو الاكاديمي، ما اقفش في هنا. ممكن ابقى مهندس ومعايا شهاده مهندس لكن مش هشتغل في المستقبل في المجال ده، الفيلد ده مش عاجبني، بس على الاقل انا حققت المحتوى العلمي اللي اقدر بيه اقعد مع صفوه المجتمع كده وبساعد وبحس ان انا بكمل حاجه، ليا هدف في الحياه، ليا رؤيه، ما بقاش قاعد مش فاهم خالص كده. صعب يعني الدنيا كلها دلوقتي بقت مفتوحه على بعضها، مستحيل ابقى قاعد مش خارج السياق، صعب، مش هتقدر تتكيف مع المجتمع. في 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 نوع من الطلبه بيقعد يحل امتحانات بس بيروح عامل ايه بقى مثلا؟ ادي نموذج الامتحان، وبيبقى اظن في الكتاب كمان في النموذج بتاع الاجابه. فهو قاعد عمال بيحل، فبيحل بقى ايه، وحضرتك قلت لنا لا، ان يعني هو متصور ان هو كده بيحل، مش بس عشان التوقيت. انت ما سمعتش انت قلت ايه؟ يعني لازم اكتب عشان اتاكد. وفي بقى نوع لما بيلاقي ايه ويروح عاملها كده، انا كده بهزر صح؟ صح، مفيش ده كلمة. ماما بتدبس ده الاول او بتقطعه وبتقول لك تعالي لي بقى نتحل سوا مع بعضينا، انت حل وانا صحح لك. ما هو ده بقى هنا فيه الامانه، او مدرس الفصل او الماده اللي بيساعد، لازم يبقى فيه هاند ان هاند، حد كده بيساعد يبقى معاك، مش رقيب عليك، لا هو صاحبك صديقك كده، نزل لمستواك تعالى، ده بيسهل عليك الموضوع جدا. لكن انا هغش نفسي، هنقل من ورا، يبقى انا استفدت ايه؟ دي اول حاجه بتتدبس اساسي. طيب لما اجي ادخل الامتحان احل ازاي؟ هو بذكر ربنا واقول وما اتيتهم من العلم الا قليلا، وابتدي ان انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، احل السؤال الاول، السؤال ده بس، وبص واركز فيه وادي له وقته، ربع ساعه نص ساعه حاجه حسب وقتها. احل بترتيب الورقه ولا احل بالاسهل؟ لا انا عن رايي عن تجربه يعني ترتيب الورقه، لان انا لو قريت كل الورقه مره واحده بيحصل لي تشويش جامد جدا، كتير جدا حصلت لي والله. في مواد تانية اقول مثلا الحته دي انا عارف هيبقى تيجي السؤال الرابع، ابتدي بالسؤال الرابع. برضو ممكن اما اكون عارف ترتيب الاسئله ممكن ابتدي بالجزء اللي انا بحبه، ابتدي فيه السؤال الاول عشان يخليني ابقى مبسوط اكمل بعدها احسن. دي فكره كويسه جدا يعني، بالترتيب اللي هو حسب الجزء اللي انا متاكد ان انا هجيب فيه وهادي ابتدي الاول. ماشي. ايه اكتر خطا ممكن اقع فيه كطالب؟ انك انت ما تذاكرش اصلا وتخدع نفسك وتخدع اللي حواليك، انك انت تشيل فوق طاقتك، يعني قول انا مش عايز هندسه، عايز طب، عايز الفيلد بتاعي عايز اكون كذا، حدد لنفسك، خلي فيه قائد، خلي فيه مثل اعلى، عايز ابقى زي فلان، ان مش هيبقى ان انا من بره مره واحده كده هبقى لوحدي، لا لازم اكيد في مرشد ليا، في حد بحبه انا حاسس ان هو كويس، مثلا الدكتور احمد زويل عايز كليه علوم مش عايز كليه طب، فبحدد الهدف وعلى الاقل يبقى فيه خطوات ماشي فيها، يبقى انا محدد هدفي. نمره اتنين ابتدي اذاكر، يعني المذاكره بجد اول ما تصلي الفجر وابتدي اول وقت ده بركة لامتي في بكرهم، الوقت البدري قوي ده حلو قوي الصبح، بيبقى الانسان مركز جامد، وابتدي ان انا احل كويس والدنيا بتبقى هاديه والجو كله نايم، فاحلى ساعتين في ثلاثه في الصبح، بعد كده تبتدي جدا مخي لسه مليان اكسجين، مش منهك، مش تعبان الى اخره. طيب هستاذنك يا دكتور، هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل الكلام. دكتور سعاد صابر الخبير التربوي، انتظرونا غالبا الفاصل الجاي، نصايح للابهات والامهات غالبا. استنونا. اهلا بحضراتكم مره وكان حديثا جيدا والله. طبعا من جهتي انا عمال برغي بقى مع دكتور سعاد وحاجات زي كده، وهي الحقيقه متفضله مشكوره مجامله، يعني بتستمع ليا كده ايه في كل حواديتي اللي ما اكيد ما لهاش اي اهميه. دكتور سعاد صابر الخبير التربوي، اهلا بيكي مره تانية. طيب عايز انصح الاب والام، احنا اليومين دول يومين امتحانات والعيال مضغوطين، واحنا عندنا ميراث نفسي انه الثانويه العامه زمان، الثانويه العامه بتاعت على ايامي اصعب 30 مره من الثانويه العامه بتاعت دلوقتي.
بس الجيل بتاعي اللي هو أولاده دلوقتي الثانوية العامة مصدرين القلق والرعب للعيال. بماذا ننصح السادة الكرام أولياء الأمور؟ أنصح اللي أنت شفته واللي إحنا مرينا بيه بلاش نصدره لأولادنا. يعني هي إيه العبرة؟ العبرة بالدرجة ولا العبرة بأن ابني هيكون متفوق في الفيلد اللي هو حبه؟ يعني العبرة إيه؟ مش هحقق أحلامي في الواد. لا طبعا ما ينفعش. أنا كان نفسي أطلع دكتور وما دخلتش، فأنت هتطلع دكتور غصب عنك. ما تسيب يا ما ينفعش. فأول حاجة إن أنا أقول له أنت أنا معاك، أنا بساعدك، إحنا شوف عايز إيه ونعمله. مبدئيا نقول في عيد جاي وهنذبح وهنخرج وهنروح عند جدتي وتيتا. خلاص اليوم الأولاني ده إحنا فري خالص، مفيش حاجة اسمها مذاكرة. وبعد كده يلا اليوم اللي بعديه عشان تبتدي بقى الدنيا نايمة خالص، نقفل الموبايلات، مش عايزين دوشة، ويا جماعة مفيش زيارات النهاردة عشان خاطر ولادنا عندهم امتحانات. يبقى الكلام واضح علشان خاطر العيد يمر بسلام والولاد يبقوا نفسيا مرتاحين. صح. فده اهم حاجه انك انت هيئ نفسك وهيئ الاسره اللي حواليك سكوت ومش كل دوشه. عملت ايه في امتحان الفرنساوي والامتحان اللغات كان لسه موجود، ايه عملت ايه؟ خلاص اللي اتعمل اتعمل، خلاص دان. انا خرجت من اللجنه ما بداش اراجع، انتهى الموضوع خلاص. يعني مش هتروح اللجنه تكتب تاني او خلاص. شوف بقى الماده اللي بعديها، ده اهم. تصفي ذهنك والام تاخد الكتب خلاص اركنيها على جنب وهيئي جو ان انت داخل في ماده جديده ولذيذه ودي حلوه جدا وانا كنت بحبها من زمان وهي اصلا ما كانتش بتدرسها اساسا بس انا بحبها بالزبط. جدا واسمع انها تحفه ويلا انا طب قول لي فيها ايه وكده. يعني تبقى بتساعده وكمان الاب نفس القصه علشان خاطر ما يبقاش في ضغط بره وجوه. يا جماعه ما ينفعش. صح. يعني ده بيفكرني اصلي بالمسلسل بتاع بالطو ان هو كان نفسه يطلع دكتور فقرر انه يلبس الطفل الصغير البلطو الابيض ويجيب له سماعه على اهله على كتافه وبتاع. ما سيب الولد. صحيح بعد كده اثبت كفاءه في اخر المسلسل، لكن احنا بنضغط على الولاد اكتر مما ينبغي. يعني انت ما حققتش حلمك، سيبه هو يحقق حلمه. لا هو بيخليه حلمه هو نفسه عايز يحققه ويلبسه هو له، هو مش حابه ويمكن اصلا يكون مش ناجح فيه. كتير جدا يعني يحيى الفخراني او ناس كتيره من المجتمع خدت شهاده دكتوراه او دكتور لقب لكن ما اشتغلش بالمهنه دي. اصبح الدكتور يحيى فنان عظيم جدا وما اتخرجش من فنون المسرحيه. او ليه؟ لانه انا ضيعت وقت طويل قوي كطبيب، ومهنه مهنه جميله ومربحه وثوابها حلو جدا، بس انا ما كنتش ناولها اصلا فما جهزتلهاش، ما كنتش عارف قدراتي. هنتمنى يعني احنا نرجع تاني بامتحان القدرات ونبقى فيه 30%. يا ريت عشان حق العداله دي ان انا ابقى داخل وانا حابب الجزء ده، مش بس امتحان قدرات ارسم او حاجه المواد اللي هي لا قدرات 30% دي بيبقى 70% على الاسئله الاكاديميه و30% فعلا امتحان قدرات زي السعوديه زي البلاد كتيره جدا عامله كده. ببقى داخل وانا جاهز. وبرضه في سنه تحضيريه في الكليه، في سنه كامله تحضيريه، انا ما باخدش اي مواد كامله مع بعضها اسمي متخصص في كذا، لا ده انا باخد سنه كامله انا بشوف نفسي جاهز في ايه، وبعد كده السنه اللي بعديها خلاص انا جبت المجموع ده بالقدرات دي بالدرجات دي بجمع السكور وابتدي اخش خلاص انت جاهز على هنا علوم هندسه طب. فرق طيب. كبير. في مشهد انا اعتقد انه مش موجود في اي حته في العالم غير عندنا احنا بس. المشهد بتاع يوم الامتحان الصبح، الأم أو الأب أو الجوز رايحين مع شاب عنده 17-18 سنة أو شابة عندها 17-18 سنة لازم يوصلوها لحد الباب بتاع المدرسة اللي هتمتحن ولا هيمتحن فيها، ويفضلوا واقفين وقاعدين في العربية، وبعدين كمان هم مذنبين البنت قبل ما الجرس بتاع الدخول يخش انها تفضل ولا الولد، يفضلوا ماسكين في ملزمه وقاعدين على راي سعيد صالح نازل مدح قاعد عمال يعمل كده ويعمل كده وبتاع ومش عارف ايه. ثم انه المشهد بقى اللاحق بعد ما الولاد والبنات بيخشوا فبيتقفل البوابه الحديد، وتلاقي بقى ايه الامهات والابهات تحس ان هم واقفين على باب سجن ابو زعبل ماسكين في الحديد او ساندين على السور وعاملين كده. انا مقدر ان هم بيحبوا اولادهم بس ده مشهد غريب جدا جدا. ليه هو ليه ايه ده يوميا ده هو فاكر في الامتحانات بس ده في كتير جدا من اولياء الامور بيودوا الاولاد ويستنوهم قدام المدرسه ويرجعوا ياخدوهم تاني او تروح توديها وترجع البيت
وبعدين ترجع تاخدها. بالنسبه لولاد دلوقتي مش عايزين كده، وبيبقوا مكسوفين جدا من المنظر ده. مكسوف وكمان ما بيتعودش على نفسه، ما بيتعودش ياخد مساحته مع اصحابه. انت اصلا ودي أيوة. مكان علشان خاطر يبقى الاثنين ايكوال لبعض، كل واحد فيهم بيبهتوا على الثاني، بيبقى شكله حلو ودماغهم فكر واحد تجاه واحد. لكن ماما على راسي بس في البيت، مش لازم يبقى معايا كل يوم. ده صعب جدا، صعب عليها هي وعلى ولي الامر، صعب عليك. وكمان مش صح يعني تربويا، مش صح. انت ما بقاش معتمد على نفسه ولا كمان واثق في نفسه. هيجي بعد كده تخش تدخله الجامعه كمان، يعني صعب قوي يا جماعه. انا يعني مش قادر اتصور والله بجد، هم ليه ما بيفكروش في انه ده مشهد بيؤدي الى احراج شديد للولاد والبنات اللي رايحين. انا على عين وصلوهم وروحوا بقى اتكلوا على الله، شوفوا اشغالكم. انت تاخد اجازه من الشغل عشان تقعد على باب المدرسه اللي العيال بتمتحن فيها. طب زي ما كنت بتقولي حضرتك انه الولاد عايزين يقفوا مع زملائهم واصدقائهم، مش عاوزين يحسوا ان هم لسه في سنه اولى حضانه، بابا وماما قاعدين مستنيينه. يعني شيء غريب. انا شفت ناس بتبقى قاعده جاهزه لعيالها بعصير عشان لما يخرج يديله عصير، تحس ان هو الولاد عنده هبوط سكر زي الفوق. ده وحش، ده في عز حالاته، امال لما بيعد يعمل ايه؟ ده حقيقي اتعود. بس يا ريت نغير نفسنا ونغير سلوكياتنا، لان مش نافع كده. وياخد ان يروح مواصلات بنفسه ويرجع، ليه توصله اصلا؟ ما هو بيروح كل يوم، طالما بيروح يبقى يكمل، هو ده الصح. يعني ما اعتقدش ان حد شاطر قوي كده بيعمل ده، مش صح، مش حلو، شيء مؤلم. فاقدر اقول دكتور سعاد بتقول كفوا عن ده، ارجوكوا بلاش. شكرا، كفايه. طيب هيفضلي بقى الحاجه بقى اللي هي ايه، زي كده في البرلمان يقول لك الرقابه السابقه والرقابه اللاحقه. بعد ما بنخلص الامتحانات في مرحله نوع من الاهالي، مش هقول الكل بقى بصراحه لان الكل متوتر، لكن البعض الامتحانات خلصت والعيال هتبدا تاجز كل يوم. تفتكر هتعدي؟ تفتكر هتجيب مجموع كويس؟ فالولد والبنت ما بيعرفش يستمتع خالص لحد يوم ظهور النتيجة. ده واخد المعلومات من ابنه ويروح للمدرس ده والمدرس ده والمدرس ده ويقول له ابني حل السؤال ده، هو رقم 4 قال صح، والمدرس الثاني بص ده قال رقم 4 غلط، لا انا ابني قال كذا، ويبتدي يسأل. انا رجعت مع مستر محمد قال لي ان انت حليت غلط. يا جماعه ده انا نسيت الماده دي اصلا، مش بتاعتي خلاص، الامتحانات خلصت ودلوقتي بيصيف. هل ده صح؟ ده اسقاط بقى كل يوم. انا هبتدي افكره بالماده اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. صعبه جدا على الطلبه يعني. طب النوع الاخير، ظهرت النتيجه افترضنا انه الولد، مش هقول لا قدر الله، هو ما جابش الارقام او المجموع اللي ابوه عايزه. ابوه بيبقى عايز حاجه او امه عايزه حاجه، وهو مش عايز يخش طب وهندسه. يا جماعه انا عايز، انا بقعد افكر اقول مش كنت دخلت تجاره كان زماني بقيت رئيس بنك وبكسب وانبسط وحاجه عظمه كده. يا جماعه انتوا بتهزروا، التجاره دي كلها مهمه جدا جدا، جيب فلوس كتير. ما هو بيكلف نفسه يدخله هندسه خاصه او طب خاص، بيكلف نفسه فوق طاقته علشان خاطر يحقق حلمه برضه، حلمه هو برضه. طب ما جبتش مجموع، لا مش مشكله، هدفع في الجامعه الخاصه او في المعهد الخاص علشان خاطر اخليه نفس الحاجه اللي انا عايزها. هتبقى دكتور يعني دكتور، دكتور يا دكتور. شيء مذهل. دكتور سعاد نورتينا وشرفتينا وطولنا عليكي. احنا يا خبر الساعة 12:10 احنا لازم حضرتك تروحي. نورتينا يا فندم، واشكرك جدا 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 على هذه النصائح اللي طالعه من القلب وفي نفس الوقت من العقل بحكم الخبره. نورتينا يا دكتور سعاد، الف شكر. دكتور سعاد صابر الخبير التربوي نورتنا وشرفتنا. ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي يدلعنا بقى في رقم 10 باخبار وانباء الكرويه والرياضيه. اما احنا لو كلنا العمر يوم السبت إن شاء الله نكون موجودين معاكم وبرنامجكم التاسعة. سلامات.